حلقتنا تبدأ. نبدأ مع دوري كأس الأمير محمد بن سلمان من الجولة 18، حيث شهدنا مواجهتين. الحزم تغلب على الرائد بهدفين، في محل الطائي صاحب المركز 11 في سلم الترتيب حل ضيفا على الفيحاء 8 في مباراة تبع حسين الطائي. نتابع لاستعادة طريق الانتصار ونكهة بالتشجيع والأمنيات. انتظر العشاق لقاء الفيحاء بالطائي، فبعد مرور 7 جولات ما حقق فيها أصحاب الدار الانتصار، وفي تخوف كبير لعشاق فارس الشمال من خسارة ثالثة على التوالي، بدأت المجريات. دون جس للنبض انطلق الضيوف نحو تحقيق التقدم، لكن مران ما هز شباك الصرب فلاديمير. ليحضر الاختلاف مع اليوناني والعقل المدبر المميز بانا، الذي صنع بلمسة خاطفة لمالك العبد المنعم الإضافة والإنهاء. رغم تدخل الفار للتأكد من قانون التسلل، الوضعية سليمة والهدف يحسب. الذي يأمل فوك رازوفيتش من هذه اللقطة أن يكون الهدف صحيح. هل فيها شيء؟ نعم. الزخم الفيحاوي زاد والدفاعات البيضاء تراجعت، وموتاري بحث عن مضاعفة الأرقام، لكن الحظ السعيد ابتسم لمارتن لوكوف وضاعت الفرصة من جديد. إهدار غريب من موتاري في الأولى، ومالك اصطدم بتألق لوكوف في رد الضربات. ردة الفعل الحتماوية ظهرت عبر تسديدة فهد الجهني، الذي ما نال ما تمنى بوجود فلاديمير. مران من جديد لا أهداف في الشوط الأول للطائي. باليسرى مران قوية لكن ترتد من القائم. برافو مران، برافو يا ولد فنان هذا اللاعب مران. في الحصة الثانية الضيوف سعوا نحو معادلة الكفة، لكن فلاديمير كان سدا منيعا أمام المحاولات، كما كان في الأول تحقق في الثاني. منذ البداية الفيحاوية يعمقون النتيجة بتوقيع موتاري. الثاني 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 لعماد موتاري. حسن الجبيري أراد قيادة المشروع لرد الاعتبار. مران جرب بقدميه وما سجل، بالرأس كذلك ما سجل، حتى بالمقصية ما سجل. سلطان مندش أراد إنهاء المباراة بهدف الأمان والإطمئنان، لكن مارتن رفض ذلك. سيفاس بالقوة البدنية أراد صنع الفارق رغم أخبار رحيله عن النادي لقلة مردوده الفني. مطالبات عديدة ارتفعت في اللقطات التالية، هل كانت متعمدة لمسة اليد أم لا؟ سؤال يترك لأصحاب الاختصاص. عدت من مران، حظ اليوم مران. موتاري انفرد بالمساحة والسرعة نحو شباك الطائي مسجلا الثالث. المساعد تدخل بقرار التسلل ليؤكد الفار على القرار. مطالبات الطائي بالدربكة الدفاعية بوجود خطأ الجزاء ما تحققت، حتى تسديدة حسن ما هزت الشباك. الفيحاوية لأول مرة منذ مدة طويلة يحققون الانتصار ويعيدون الأفراح على محيى الجماهير. حسن الطائي صدى الملعب. ألف مبروك للفيحاء، هارد لك للطائي. أبدأ مع كابتن بدر من اللقطة اللي سأل عنها حسين، هل كانت ضربة جزاء للطائي؟ لا تكن. لا اللاعب ساقط على الأرض وما يعني ما عنده السيطرة على جسمه، فبالتالي أعتقد لا القرار الحكم من أول ما تشوفه ما على طول تحس إنه مش بس إنه مشي، هي ما ترقي ما ترتقي. أخذنا رأيين يعني رأيين في فار وفي دنيا كلها ما ورأيين محللين. أوكي، أول فوز للفيحاء بعد 7 جولات، أصبح سادس الترتيب. يعني انتظر كل هذه الجولات شو اللي والله حيتغير؟ تكلمنا عن الفيحة قبل المباريات اللي كان يتعادل فيها ويخسر فيها. شوفي رغم اللي هذا هو في المركز السادس الآن، فيعني لو كان مثلا هذا كان وصل المربع الذهبي على الراحات يعني ضيع كثير من النقاط. اليوم أدى أداء جميل جدا، استحق الفوز صراحة. هاي هي اللقطة اللي كنا لقطة لا ما لا ترقى، يعني هي صعبة شوي إنك تحسبها ركلة جزاء يعني. نعم. بس الحمد لله ما كانوا فرق كبار في المباراة، هاي ديربي كانت بتكون عليها مشكلة، بس بالتأكيد. عشان المباراة يعني بس الفيحة استحق الفوز صراحة. طيب. يعني عطفا على أداء في المباراة يعني. نعم، الخسارة الثالثة على التوالي للطائي، ومعظم نتائجه يا فوز يا خسارة. ربما هذه الخسائر المتتالية تدخل يعني لمكان الشك، ممكن أن نقول أو دوامة، يبدأ التساؤل هل سيمتلك النفس الطويل، هل سيكون قادر يعني على البقاء في الدوري. صحيح، هي ثالث خسارة على التوالي، قبلها ثلاثة فوز على التوالي. صح، فالفريق اليوم حتى بالشوط الثاني شفناه
حقيقة سبقت ثلاث فوز على التوالي كم خسائر على التوالي؟ بالضبط، ما لا يعني يا أبيض يا أسود درمادي. حقيقة الفريق اليوم الشوط الثاني بذل مجهود كبير، يعني تألق الحارس فلاديمير، القائم، العارضة، هذه الأمور كلها وقفت أمام طموحه في المعادلة. اليوناني بانا كمان. نعم، ومرة اجتهد. أنا أعتقد اليوم يعني النتيجة مستحقة للفيحاء، لكن اليوم يعني الضيف قدم أداء جيد، اجتهد، كانت لديه تمريرات أكثر، كانت لديه عرضيات أكثر، كان لديه استحواذ أكثر، لكن اللمسة الأخيرة كانت لا للفيحاء بشكل أفضل. ولتتوالى يعني الإشارات الخضراء يعني في طريق الفيحاء، شو المطلوب من المدرب رزوفيتش؟ والله الاستمرار في الفوز، بس ما في له شيء، يستغلون الفوز هذا في الاستمرار فيه فقط، لأن كفاية ضياع نقاط. يعني ما دام الفيحاء يقدر يلعب اللعب هذا ويشتهي ويسجل، مثل ما قال الأستاذ سامي إنك تستغل الفرص. اليوم الطائي ما استغلوا، الفيحاء استغل الفرص، بس هو في سبع جولات كان بين استغلال وعدم استغلال. إيه بس أنا أقول لازم هي يعني الحين نشوف الانتدابات الشتوية، لازم يركزون في أشياء نواقص عنده كل الفرق بشكل عام. يعني حتى الفرق من بعد الاتحاد، الفرق تعاني في بعض الفرق يعني يعني بس يعني مثلا الهلال يعاني، فما بالك في الفرق هذه يعني. طيب إذا من هو رجل هذه المباراة نسابه؟